بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرة جديدة من حيوية طبية. إن شاء الله اليوم راح أكمل معاكم في الديجريديشن للكوليسترول أو في البريك داون للكوليسترول ولإيش بيتحول، وبعدين راح نحكي أنا وياكم بداية بسيطة عن شابتر البروتين ميتابوليزم، وطبعا راح نبدأ بالبروتين أنابوليزم أو في عمليات تصنيع الأمينو أسيد المختلفة. هذا ان شاء الله راح يكون موضوعنا اليوم. محاضرتنا اليوم خفيفه لطيفه ما فيها اي تعقيد ولا شيء. راح ابدا مباشره معاكم في الديجريديشن للكوليسترول. هلا انت بدك تعرفوا انه الديجريديشن للكوليسترول ما بيكون يا جماعه تكسير كامل ماشي الحال، ولا بنوصل للمي والسي او 2، انما بتكسر الكوليسترول لمواد تانية، وبالعكس تكسره مفيد جدا عندنا لانه تكسيره والبريك داون له بيعطينا هرمونات ومواد احنا بنحتاجها بكثره. طبعا من المواد اللي بتحول لها الكوليسترول بس يتكسر، بتحول عندي للبايل سولت او اللي هي العصاره الصفراويه، اللي طبعا لها دور اساسي وكبير في هضم الدهون في الجسم، وبتكون جزء من العصارة او جزء من عمليات الهضم والامتصاص للدهون اللي بتتم عندنا في السمول انتستين. طبعا بتتحول او بعض يعني عندي الحاجة او كمان جزء من الكوليسترول بتحول لا او لما بتكسر بتحول للستيرويد هرمون، للهرمونات الستيرويدية اللي هي اما بتكون هرمون الكورتيزول والادرينالين او بتكون الهرمونات الجنسية زي الاستروجين والبروجسترون. كذلك الامر تكسير الكوليسترول ممكن يعطيني فيتامين د. طبعا احنا بنحول الكوليسترول لاي حدا من هدول حسب حاجة الجسم، يعني اذا انا الجسم بحتاج لبايل سولت بحول الكوليسترول لبايل سولت، اذا جسمي محتاج لاشي من الهرمونات سواء استروجين بروجسترون كذلك الامر يا جماعة الجسم بحول الكوليسترول لهاي الهرمونات، اذا جسمي محتاج لفيتامين دال بحول الكوليسترول لفيتامين دال. طيب هلأ في شغلة بتتفق انا وياها عليكم، هلأ عملية تحويل الكوليسترول للبايل سولت بتصير في الليفر، وعملية تحويل الكوليسترول للفيتامين دال كمان بتصير بالليفر، لكن عملية تحويل الكوليسترول للستيرويد هرمون بتصير بشكل اساسي في الادرينال جلاند او اللي هي الغدد فوق الكليتين او الغدد الكظرية. على كل الاحوال رح نيجي انا وياكم لانه هذا المربع اللي هون عندي غير كافي، فانا لخصت لكم تحول الكوليسترول للشغلات الثلاثة هاي على هاي الورقة. رح ابدأ لتحول الكوليسترول للستيرويد هرمون من غير ما ادخل بتفاصيل التفاعلات بشكل عام، لكن الكوليسترول لما بده يتحول للستيرويد هرمون بتحول اول اشي لاشي بنسميه بريجنولونين. تمام، هلا البريجنولونين طبعا انتوا عارفين انه الكوليسترول صيغته C27 H54OH ماشي الحال. هلا لما بتحول هو للبريجلونين طبعا بسيفرال ستيب او عده خطوات، رح يخسر كربونات على شكل CO2، رح يطلع عندي كربونات على شكل CO2 وهيدروجينات على شكل H2O ماشي الحال، لحد ما يكون لي البريجنون اللي هو عدد كربوناته 21 كربونه. هلا البريجنولون بيتحول بدوره للبروجسترون. هلا البروجسترون اما الجسم بيستخدمه از بروجسترون او بيحول البروجسترون لكورتيزول او البروجسترون للالدستيرون او البروجسترون للاستروجين او الاكسترادايول الاسترادايول، وممكن كمان يتحول البروجسترون للاندروجين والتستوستيرون ما في مشكله. المهم بدك تعرف ان الكوليسترول بيتحول للبروجلينون عبر several step او في بيكون عندي خطوات كتيرة، واهم اشي تعرف انه بيطلع عندي تقريبا سبع
سبع حبات من السي او 2 تمام، لانه انا راح يكون هون عندي عفوا ست حبات من السي او 2، لانه انا هو الكوليسترول بيتكون من 27 كربونه، بينما البريجنولونون بيتكون من ايش؟ من 21 كربونه. اذا نركز على هاي النقطه انه بيطلع عندي ست حبات من السي او 2 ماشي الحال، و كمان بيطلع عندي بعض جزيئات المي، مش مهم عددها، المهم تعرف لي انه ست حبات من الكربون بخسرها الجسم خلال هاي المرحله، من هاي المرحله لهاي المرحله على شكل CO2 لحد ما يتكون عندي البروجنولون اللي هو 21 كربونه. هلا البروجنولون بدوره بتحول لبروجسترون. هلا اذا انا جسمي محتاج بروجسترون باخذ بروجسترون، اذا انا جسمي مش محتاج البروجسترون ممكن يتحول البروجسترون لاي واحد من هاي الهرمونات. اكثر من هيك مش مطلوب منك عن تحول الكوليسترول للستيرويد هرمون. رح نيجي انا وياكم لتحول الكوليسترول للفيتامين د، لتحول الكوليسترول للفيتامين د. تحول الكوليسترول للفيتامين د، اول شيء يا جماعه بتحول عندي الكوليسترول ل 7 هيدروكوليسترول، وفي المرحله هذه رح نستهلك حبه NADPH، رح نستهلك حبه NADPH تمام، او لازم يكون موجود عندي ال NADPH طبعا رح يتحول ل NAD بلس ماشي الحال، ورح يكون في عندي انزيم اسمه 7 الفا اسمه 7 الفا هيدروكسيليز تمام، اذا اسمه 7 الفا هيدروكسيليز، هذا اسم الانزيم، هذا كتير مهم، هذا انزيم كتير مهم. طبعا رح يتحول الكوليسترول ل 7 هيد ل 7 هيدروكسي كوليسترول ماشي الحال، ل 7 هيدروكسي كوليسترول. هلا السيفن هيدروكسي كوليسترول رح تتحول لفيتامين دي 3. هلا اللي انا بتفاهم انا وياكم عليه شغله مهمه كثير وبحب اذكركم اياها، وصراحه سؤال بيجي بالشامل، هل الفيتامين د دي 3 هو الاكتيف فورم من الفيتامين دي؟ لا، اصلا الفيتامين دي 3 يا جماعه حتى يصير له اكتيفيشن لازم نتعرض لايش؟ للسن لايت او لضوء الشمس ماشي الحال، ويصير عندي تحول فيتامين دي 3 لواحد 25 داي هيدروكسي فيتامين دي 3. هذا يا جماعه هو الاكتيف فورم، هو الاكتيف فورم من فيتامين د. معناته انا احنا شو بنحكي؟ بنحكي انه الكوليسترول مهم في تصنيع فيتامين د، واصلا احنا فيتامين د من وين بناخده؟ بناخده ممكن ناخده بشكل جاهز من الحليب ومشتقاته او من بعض انواع اللحوم، لكن اللي بدك تفهمه انت دائما شغله مهم كتير، احنا ما بناخد فيتامين د من الشمس، احنا فيتامين د بناخده من الغذاء، لكنه ايش ماله بيكون؟ بيكون ان اكتيف فورم، سواء انت اخذته على شكل كوليسترول وجسمك صنعه لفيتامين د فيتامين دي 3، او انت اخذته اصلا على شكل فيتامين دي 3 او دي 4، فهو هذا كليته ايش ماله بيكون ان اكتيف، يعني جسمك ما بيستفيد منه. متى انا جسمي بيستفيد من فيتامين د؟ لما فيتامين د او لما انا بتعرض لضوء الشمس، ضوء الشمس واشعه اليو في الموجوده في ضوء الشمس بتحول الفيتامين دي 3 لواحد 25 داي هيدروكسي فيتامين دي، وهذا هو الاكتيف فورم، وهذا هو الفورم اللي او هذا هو فيتامين د اللي بيكون في الاكتيف فورم، هذا هو فيتامين د اللي جسمك بيستفيد منه واللي بيقدر يقوم بوظائف فيتامين د زي ما بتعرفوا اهم وظيفه اللي هي بيساعد على امتصاص الكالسيوم وبناء العظام. فهاي الشغله ننتبه لها كتير كتير منيح، وهاي الشغله الاكتيف فورم تبع الفيتامين د سؤال شامل يتكرر ندير بالنا، وانا هذا الحكي طبعا حكيته بالبايوكيمستري لكن في الاعاده افاده. اذا تحول الكوليسترول لفيتامين د، انا بيكون في عندي كوليسترول بيتحول ل 7 هيدروكسي كوليسترول عن طريق وجود انزيم 7 هيدروكسي هيدروكسيليز، وعن طريق وجود كمان الكو انزيم اللي هو ال NADH اللي بيتحول ل NAD. طبعا بعد هاي الخطوه رح يتحول عندي ال 7 هيدروكسي كوليسترول لفيتامين دي 3. فيتامين دي 3 اوكي هو بريكيرسر، شو يعني بريكيرسر؟ يعني هو خلينا نحكي
حجر البناء او حجر الاساس لفيتامين د، لكن مش هو الاكتيف فورم، هذا ان اكتيف فورم، هذا فورم من فيتامين د لكنه ان اكتيف. ايش بيحتاج حتى يصير له اكتيفيشن؟ بيحتاج للسن لايت او لليو في لايت اللي جاي من الشمس. هلا اليو في لايت بيحوله للاكتيف فورم. طيب في شغله، في طلاب دائما بيسالوني، طب مس الفيتامين د اللي احنا بناخده من الصيدليه او السبلمنت يعني، هل يا مس بيكون بالاكتيف فورم ولا بيكون ان اكتيف فورم؟ لا طبعا بيكون اكتيف فورم، بيكونوا عرضوهم في المختبر او في مصنع الادويه لاشعه اليو في اللي نفسها من الشمس وعملوا له اصلا اكتيفيشن. فانت بتاخده اذا اخذته من السبلمنت، لكن اذا احنا اخذناه من الاكل فهو بيكون في الان اكتيف فورم، سواء صنع جسمك من الكوليسترول او اخذته على شكل او اخذته مباشره من الاكل بيكون على شكل فيتامين د 3، واحنا بنحتاج ان نعمل له اكتيفيشن عن طريق ضوء الشمس. طيب اخر اشي بتحول له الكوليسترول يا جماعه، هو اخر اشي بتحول له الكوليسترول هو طبعا البايل سولت. البايل سولت زي ما كلكم بتعرفوا اللي هو العصاره الصفراويه ولا شيء، نفس اللي بيصير عندك في الفيتامين د، الكوليسترول بتحول ل 7 هيدروكسي كوليسترول عن طريق طبعا وجود انزيم 7 الفا هيدروكسيليز، تمام، طبعا بوجود ال NADH اللي بتحول ل NAD، تمام. هلا بيعطيني ال 7 هيدروكسي كوليسترول، بيعطيني كوليك اسيد، وبيعطيني شيء ثاني اللي هو الكاينو ديوكسي كوليك اسيد. انسو مش مهم، بس لانه موجود عندك في الرسم بالكتاب ماشي الحال، لكن انسو ما بيهمني، انا بيهمني انه بيعطيني الكوليك اسيد. هلا الكوليك اسيد في منه نوعين، في منه برايمري وسيكندري، او برايمري بنسميه برايمري بايل اسيد وسيكندري بايل اسيد. هلا اذا على الكوليك اسيد جلايسين، امينو اسيد جلايسين، اتفاعل مع الكوليك اسيد رح يعطيك جلايكوكوليك اسيد، وهذا اللي بنسميه برايمري بايل اسيد. في عنا مادة اسمها ثايرينين، لو اجت على الكوليك اسيد او ارتبطت مع الكوليك اسيد بتعطيني الثايروكوليك اسيد، وهذا هو يا جماعة السكندري بايل اسيد. هدول هم البايل اسيد او المكونات الاساسية للعصارة الصفراوية. المكونين هدول يا جماعة بالعادة طبعا بتصير هالعملية زي ما حكينا في الليفر، وبتتخزن هدول الانواع من البايل اسيد وين؟ في الجال بلادر او في المرارة، بيطلعوا عن طريق البورتال فين او عن طريق الفين اللي هو طالع من الكبد او طالع من القناة المشتركة بين الجال بلادر والليفر على السمول انتستان، وبيشاركوا طبعا في عملية هضم الدهون. طبعا بحكي لك انه احنا منودي او نضطر نودي النوعين من الكوليك اسيد او النوعين من البايل اسيد الى السمول انتستين اكثر من مره في اليوم حسب كميه الدهون اللي احنا بناكلها، وانه طبعا يعاد استخدامه اكثر من مره. هلا لو طلعت عندي على الرسمه اللي في الكتاب، تمام، انا بيهمني هذا الشق من الرسمه، هي كوليسترول 7 الفا هيدروكسيليز، راح تلاحظ انه عندك كوليك اسيد، هاي جلايسين والثايرينين، جلايكو كوليك اسيد، ثايروكوليك اسيد. هلا ممكن نتخلص من الجلايكوكوليك اسيد عن طريق الانتستينال بكتيريا او عن طريق البكتيريا النافعه اللي موجوده في الانتستين، نحوله لديوكسيكوليك اسيد ونطلعه عن طريق البراز او عن طريق الستول. وحتى الثايرونيك اسيد اذا انا بدي اتخلص منه بطلعه او بتخلص منه عن طريق الستول. على كل الاحوال هيك يا جماعه بكون انا خلصت شابتر الليبيد ميتابوليزم كامل. راح ابدا معاكم بالجزء الثاني بسيط من المحاضره في البروتين ميتابوليزم.